السلام عليكم. السلام عليكم يا فريدة. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا. تفضلي يا فريدة، تقرأي معانا من الورد ولا تقرأي حاجة محضراها؟ سورة الزاريات. تفضلي يا فريدة، تفضلي يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما الدين لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. جزاكم الله خيرا يا فريدة، ربنا يبارك فيك يا رب، ما شاء الله أدائك جميل، بس خدي بالك من القلقلة. لصادق لصادق، طبعا عارفين حروف القلقلة قطب جد، حروف القلقلة قطب جد، وبينا مقلقلا إن سكن ورجع حلقة القلقلة. جزاكم الله خيرا يا فريدة. معانا عبد الله. السلام عليكم. السلام يا عبد الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ. أقرأ من أول سورة يوسف إن شاء الله. طب ما احنا في سورة يوسف يعني في آخرها. كما تشاء يعني. كما تشاء. يعني احنا في الآية رقم 104، وما تسألهم عليه من أجر. في الآية رقم 104. إن شاء الله. ما حدث يا صفحة كام حضرتك؟ آخر صفحة 248، آخر صفحة في سورة يوسف، آخر صفحة في سورة يوسف 248. نعم. أي الآية رقم كام حضرتك؟ أول الصفحة خالص 104، وما تسألهم عليه من أجر. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم وما يؤمن أكثرهم بالله. ميم ساكنة بعدها باء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. ناخد بالنا من الهمزة. أفأمنوا أن تأتيهم تأتيهم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. لا خد بالك، ها أنا إيه؟ أنا ومن اتبعني في ياء هنا ثابتة. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين ولدار الآخرة خير يا أستاذ عبد الله ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصنا عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جزاك الله خيرا يا أستاذ عبد الله، ربنا يبارك فيك يا رب. خد بالك بس من مفترى، مفتى وليس مفتى، مفترى تاء مرققة، ولكن تاء، ولكن تصديق، خد بالك من التاء المرققة، ولكن تصديق، تصديق. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معنا ابو محمد، السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا يا ابو محمد، ربنا يبارك فيك. الله يخليك، عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله. صوت حضرتك وحشنا. الله يخليك، ما انا بقالي اسبوع حضرتك ما بكلمكش يعني. ربنا يبارك فيك. يعني كان ابني بيتجوز وكده. ما شاء الله. معلش يعني اشتغلت عنك شويه، معلش. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك الناس على متابعتك والله، وربنا يا رب يتمم لهم بخير ويسعدهم. ربنا يبارك فيك. الله يخليك، الله يبارك فيك، الله يخليك. انا هقرا من سوره الرعد. في اول سوره الرعد ان شاء الله. الف لام ميم را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. طيب بص يا أبو محمد، حضرتك قلتها كويس، قلتها كويس، بس نسمع بقى الأفضل اللي هو بقواعد التجويد عشان ناخد بالنا. الألف حركتين واللام ست حركات، وبعدين ما بين اللام والميم في غنة إدغام لام، وبعدين ميم ست حركات، وبعدين الراء مش ست حركات، اسمها را، را مش را. لا را. نسمعها، بص بقى نسمعها مره كده. الف لام ميم را. خدت بالك يا ابو محمد؟ ماشي يا شيخ. يلا اتفضل. الف لام ميم را. جميل. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جزاك الله خيرا محمد، جزاك الله خيرا. لو عندك أول فيديو، أول حلقة قرأت علينا فيها، يا ريت تسمعها وتشوف الفرق الكبير والجمال اللي بقى فيه أدائك دلوقتي. ما شاء الله أدائك بقى ممتاز، ربنا يبارك فيك. ده لا يغني إن ما زال في بعض الحاجات البسيطة لكن مختلف تماما عن الأول، ما شاء الله أدائك بقى جميل جدا. خد بالك من إيه؟ وسخ، وسخر، سا، سا مش صا، وسخر. كلمة الأنهار، الأنها مش ها، الأنهار، هار. ما شاء الله أبو محمد عليك أدائك ممتاز دلوقتي، جزاك الله خيرا.